Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد وموضوع جديد جميل. واليوم هندرس محادثة، نموذج لمحادثة ما بين شخصين. ما هو الهدف من دراسة هذه المحادثة؟ ولماذا عندما تدرس في المعاهد أو في المدارس يعرض لك الكثير من المحادثات التي لا يفهم الكثير من الناس ما هو الهدف منها وما هو الاستفادة من دراسة هذه المحادثات؟ في الحقيقة في وجهة نظري المتواضعة أنا أرى أنه يجب إعادة النظر في تدريس المناهج في اللغة الإنجليزية سواء في المدارس أو في المعاهد، لأنه الموضوع هذا حقيقة لم يتم تدريسه بالشكل الصحيح. خلوني أدخل في الموضوع هذا دون انتقاد مباشر لأحد أو لجهة معينة. عليك أن تعرف أن المحادثات التي يتم عرضها لك سواء معي اليوم أو قرأتها في أي مكان، هذه المحادثة هي عبارة عن عرض لنموذج كيف يتحدث الناس اللغة الإنجليزية في أمريكا أو في بريطانيا أو أستراليا أو كندا، أي الدول التي لغتها الأم هي اللغة الإنجليزية. فخليني أوضح لك ما هو الهدف من عرضها لك. الهدف من عرضها لك أيضا أنك تقوم بحفظ هذه المحادثات لكي تستخدمها عندما تحتاج أن تستخدم نفس النموذج من المحادثة. أحدهم يقول مش فاهم، وضح لي. المحادثة اليوم مثلا ما بين شخصين A B، يعني عبد الله ومحمد، جون مارك، أي كان، وهؤلاء الأشخاص بيسأل أحدهم الآخر سؤال فيجيب الآخر ويتحدث. أين تعمل؟ أعمل في الشركة الفلانية. ماذا تعمل بالضبط؟ أنا أعمل في شركة كذا. أنت أيضا المفروض أنك أنت تنظر إلى هذه المحادثة وتحفظ نفس السؤال ونفس الإجابة لو كنت تريد أن تجيب على نفس الإجابة. ركز معي، مثلا الشخص الأول سأل الشخص الثاني Where do you work, Sam؟ عندما تجد دائما فاصلة ثم اسم شخص، فهذه خذها قاعدة في اللغة الإنجليزية، يا سام، يا عبد الله، يا أحمد. يعني دائما عندما تجد Where do you work فاصلة كوما ثم اسم شخص، يعني أين تعمل؟ يا فلان أو يا عبد الله ويا أحمد. ما علينا، هذا السؤال مخصص لكي تسأل أحدهم أين تعمل؟ فإذا أنت ليس من الصحيح أن يعني تتبع الطريقة القديمة التي كان يستخدمها الطلاب في المدارس أو المدرسين، أنهم يشرحوا معنى كلمة Where do you work؟ اللي معناتها أين فعل مساعد أنت تعمل؟ فالطالب يأخذ عشرات بل مئات المحادثات ولا يتحسن في المحادثة رغم أنه درس محادثات كثيرة. وما هو السبب؟ السبب أنك لا تعرف أن هذا السؤال المفروض أن تحفظه كما هو. يعني أنت الآن وجدت أن الشخص هذا سأل زميله أين تعمل بالسؤال الفلاني، عليك أن تحفظ السؤال كما هو. يعني أنا غدا سأقابل أحدهم سأسأله، أريد أن أسأله أين تعمل يا عبد الله، فأقول له Where do you work عبد الله؟ Where do you work فاتن؟ Where do you work فاطمة؟ أين تعمل يا فاطمة؟ وهكذا. الشخص الآخر أجاب وقال I work at اسم and travel tourism. هذا الشخص قال أنا أعمل في الشركة الفلانية اسمها SMN اختصار، هي travel، واللي مش عارف كلمة travel يعني سفريات للسفر، tourism سياحة يعني السياحة والسفر، شركة كذا كذا. أنت ما اسم شركتك أو ما اسم الجهة التي تعمل لديها؟ إذا كانت وزارة حكومية أو شركة اذكر I work at. هذا النموذج البعض قد يقول أحدهم أستاذ مراد يعني معلش بالعقل، يعني أنت يعني تريدنا أن نحفظ كل المحادثات اللي موجودة في الكتب؟ واو، أنت إيش تفكر؟ إحنا كمبيوترات؟ لا يا أستاذ مراد، صعب جدا. اسمعني، خذ مني واستوعب كلامي وافهمه للأخير. هذه الأسئلة وهذا النماذج
صدقني 50% منها مكرر بشكل يعني أنت لم تلاحظه. يعني أحيانا قد يكون نفس السؤال Where do you work ستجده في المحادثة العاشرة، يعني هذه مثلا المحادثة الأولى ستجده في كتابك في المحادثة العاشرة. وإذا لم تجده بنفس الصيغة قد تتغير كلمة واحدة، يعني قد تكون مثلا Where do you live أين أنت تعيش، قد تكون Where do you study أين أنت تدرس، لكن Where do you ويا سام هي نفسها. أنت إذا حفظت السؤال هذا سيفيدك في المستقبل أن تحفظ الأسئلة الأخرى بسهولة. صدقني افهم الفكرة مني وجرب أن تحفظ كذا محادثة، ستجد أن الموضوع اختلف معك 180 درجة. طيب نكمل المحادثة وسأحدثكم عن الموضوع أيضا بشكلها. عندما قال Where do you work Sam؟ I work at Islamic Travel Tourism. Oh really؟ فعلا؟ حقا؟ صحيح؟ What do you do there؟ هذا السؤال What do you do there؟ احفظه كما هو. ماذا تعمل هناك؟ What do you do؟ هو نفسه What is your job؟ يعني ما هي مهنتك وما هي وظيفتك؟ أو قد يكون What do you do exactly؟ يعني أنت إيش بتعمل بالضبط؟ أنا عرفت أنك تعمل الشركة الفلانية. ماذا تعمل بالضبط؟ I am a receptionist. أنا موظف استقبال. واحد يقول يا سمرات طويلة ونطقها غريب. الحين موظف الاستقبال او الاستقبال عندما تدخل الى اي فندق احيانا بيقول واحد الريسبشن، ريسبشن اللي هو الاستقبال، كلنا متفقين ريسبشن. عندما اضيفت الاي اس تي هذه يعني تحول الريسبشن الى موظف الاستقبال، بدل الاستقبال اصبح موظف الاستقبال. ريسبشنست، ريسبشن، ريسبشنست، ريسبشن، ريسبشنست، ريسبشنست. I am a receptionist. أنا موظف استقبال. I answer the phones. أنا أجاوب على التلفونات. Speak to people. أتحدث إلى الناس. هذه وظيفة يعني موظف الاستقبال. طيب ننتقل للسؤال أو ردة الفعل الشخص الآخر عندما قال له أنا يعني موظف استقبال وأرد على الجوالات أو التلفونات. How interesting. كم هو جميل. والله كم شيء. يعني هذا نوع من يعني من إبداء الإعجاب. وأنا نزلت في مقطع سابق أنه أحيانا بتتجارى مع الشخص هذا في الكلام عندما يقول لك والله أنا حصل لي شيء جيد أيا كان، يعني نجحت، حصلت على منحة دراسية، توظفت، فأنت تتفاعل معه. Oh really? That sounds great. That sounds good. أو how interesting. كم ذلك جميل. والله شيء حلو. يعني تتجارى. وإذا كان الخبر سيء والعياذ بالله ومرض عليه فلان او رسب ابنه او شيء. Oh I'm sorry to hear that. يؤسفني سمع ذلك. What a shame. يا للعيب. What a shame. يعني يا للعيب يعني يا الله لا حول الله. يعني مقارب لهذا الاسلوب في اللغة العربية. What a shame. Oh I'm sorry to hear that. Oh that's terrible. والله شيء سيء. Oh that's too bad. والله هذه نوع من التعاطف. وإذا كان الخبر سيء تقول هذا الكلام، وإذا كان الخبر جيد كما أخبرتك Oh I'm happy to hear that. والله يعني يسعدني سمع ذلك. وعلى هذا أسلوب how interesting. طيب أكمل معهم وقال عندما قال له والله كم هو جميل، فقال له Yes it's a great job. أخي والله هذا العمل عمل يعني great هو عظيم. Great عظيم يعني عمل عظيم. أنت لا تأخذ الكلمات بنفس الدقة. يعني great عظيم يعني عمل عظيم بالدقة، يعني عمل رائع، عمل حلو، عمل جميل. دائما خلي الكلمة ليست ذات معنى واحد، خذ المعنى بشكل يتناسب مع موقعها في الجملة. I love it. It تعود على الجو. I love it. أنت لا تقول I love it. I love it. I love it. أنا أحبه. يعني خلاص الرجل هذا يحب عمله. طيب How about you؟ طيب الثاني سأل الشخص الآخر وماذا عنك؟ يعني هذا السؤال يا أستاذ مراد، كل ما أريد أن أقول وماذا عنك أقول How about you بالضبط. حتى بالأمريكي التي هذا أحيانا غير موجود. يعني How about you؟ How about you؟ How about you؟ يعني تشوفها في الأفلام الأمريكية لا يقولون How about you؟ How about you؟ أنا جيعان. I'm hungry.
How about you? Are you hungry? هل أنت جعان؟ على هذا الحال فأنت سألتني عن عملي وفين أشتغل وماذا أعمل. How about you? ماذا عنك؟ What do you do? شوف السؤال مش أنا أخبرتك أنه بينعاد اللي بيقول المحادثات صعبة وانت بتشوفها يعني انت بتطلب مننا نحفظ احنا مش كمبيوترات. ركز. What do you do? معادة. What do you do? What do you do? ركز معي. I am a student. أنا بالنسبة لي طالب. I have a part-time job too. وعندي and I have أنا عندي a part-time job too. وعندي وظيفة part-time يعني نصف دوام يعني. يعني بالنسبة للوظائف في اللغة الإنجليزية هناك نوعين. في part-time اللي هو دوام واحد. في full-time اللي هو دوام كامل. فهو بما أنه طالب فبيدرس الصباح فلن يتمكن إلا أن يعمل part-time. part-time. طبعا كلمة تو هنا أيضا يعني أنا طالب وعندي وظيفة دوام واحد أيضا. نعيدها مرة أخرى نقرأها. I am a student. أنا طالب. And I have a part-time job. يعني وصف الجوب بأنه part-time فجاءت الصفة قبل. يعني عمل دوام واحد أيضا. I have a part-time job too. I have a part-time job too. طبعا بالنسبة لك كل واحد هيتكلم على حسب يعني عمله. هل هو طالب لا يعمل فتستكفي I am a student يعني تستكفي إذا لا تعمل. نكمل المحادثة. Where do you work؟ نفس السؤال الذي يقول أنت تعتقد أننا كمبيوترات. ركز أن المحادثة ليست كما تتوقعها كلها أسئلة جديدة وكلها أشياء وكلمات جديدة وكلها صعبة ولن تتمكن وستتخربط لا. المسألة أبسط مما تتخيل. أنت من تصعب الموضوع على نفسك وأنت من اتخذت القرار أنك لن تستطيع فليصدق العقل ما تقوله اللسان. فإذا أنت قلت لا لن أستطيع فعلا لن تستطيع. فإذا أنت قلت وأقنعت نفسك لا العملية بسيطة وسهلة وهستطيع وهقدر وهتمكن فعلا ستستطيع لأنك من تتحكم بنفسك. آخر إجابة أين تعمل where do you work؟ فالأخير رد عليه I work at a fast food restaurant. أنا بعمل I work at fast food يعني وجبات سريعة fast food. كلنا بنعرف أنه الفاست فود الوجبات السريعة أو الأكلات السريعة. restaurant هو مطعم ولكن صفة المطعم هذا أنه fast food. ركزوا على طريقة تعبير الأجانب. يعني إحنا باللغة العربية البعض يترجمها كالآتي أنا أعمل في مطعم وجبات سريعة. يعني عقلك بالعربي يقول لك المفروض أن الفاست فود تأتي في الأخير صح؟ والحقيقة أنه لابد أن تتعلم على أسلوبهم في الحوار في اللغة الإنجليزية. وهذا السبب اللي أنا أريدك أن تحفظ مثل هذه المعادلة. يعني أنا بعمل مثلا في مطعم همبرجر فمفروض تقول I work at hamburger restaurant. أنا بعمل وجبات سريعة فود مطعم سمك fish restaurant يعني تأتي قبلها. طبعا انت قرأت محادثات كثيرة بهذا الشكل وحفظها وحفظ الأسئلة والنماذج ستجد نفسك تحسن. طبعا عشان ما تفهمني بشكل خاطئ أنا عندما أقول لك تحفظ مثل هذه المحادثات لا تحفظ مثلا زي شركة CM Travel. احنا ما لناش داخل بهذه الشركة ولا تهمنا. أنا اللي يهمني انك تحفظ السؤال Where do you work يا فلان. كيف تقول Oh really تحفظها. What do you do there؟ تحفظ هذا السؤال. I am a receptionist. انت حولها. I am a doctor. I am a student. I am a lawyer. أنا محامي. I am a pilot. أنا طيار. I am a lawyer. يعني اللي تريد. I answer the phone. I speak to people. I write. I type. I print. أطبع. How interesting. تحفظها. كم هذا جميل. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. احفظ هذا إنه عمل رائع. ممكن تغير job. It's a great office. والله إنه مكتب رائع. I love it. It's a great. وغير كلمة job. I love it. احفظها. عندما الشيء يعجبك احفظ هذه الجملة. I love it. How about you? احفظها. How about you? وماذا عنك؟ كل ما تريد أن تقول لأحد وماذا عنك احفظها. What do you do? ذكرناه مستقبلا. I am a student. I have a part-time job. كل ما أردت أن تقول أنا عندي يعني عمل time. I have a full-time job. I have a part-time job. هو عنده. He has a part-time job. She has a part-time job. احفظها بهذا الشكل. ستجد نفسك
بتمشي في المحادثة للناس الذين يقولون يعني احنا متخربطين ونجد صعوبة. ايضا نفس الكلام where do you work مكرر where do you work تحفظه. I work at هذه I work at تحفظ. ثم تغير الشيء الذي تريد ان تذكره، اسم الشركة او اسم المدرسة او المكان او الوزارة التي تعمل فيها. اتمنى انه تكون وصلت لكم الرساله اللي اريد ان يعني اوصلها لكم، كيف انكم تتحدثوا اللغه الانجليزيه وكيف تدرسوا المحادثات التي تدرسونها في المعاهد او في المدارس او في الكليات، الكتب التي بين يديكم توجد فيها محادثات، المحادثات هذه ليست للفهم فقط، اوكي افهمها ولكن احفظها، وبعد كم محادثة ستجد أن الوضع تغير تماما معك، وستجد نفسك أنك بتنحط في نفس الموقف هذا وتوضع نفسك في نفس الموقف هذا، أحدهم يسألك أين تعمل ماذا تعمل وأين هو، نفس الطريقة. أتمنى أن يكون الفيديو مفيد للجميع، لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا اللايك وترسل لزملائك يمكن يستفيدوا منه إن شاء الله، يدعو لك ويدعو لي. Thank you very much for your listening. That was Mr. Murad talking to you. Good luck. And see you soon. أراكم قريبا. Goodbye.